ابني الشهيد الطيار محمد أكبر إخواته. محمد كان من صغره بيعشق الطيران، كان يعني كل شيء عنده همه في الطيران، يمسك المجلات بتاع الطيران من صغره. ابني اتجوز بنت خالته وربنا رزقه بيوسف وهنا، لما استشهد كان يوسف 3 سنين على ما اتذكر، وهنا كانت 5 سنين، وعمل لابنه بدلة فصلها في أمريكا، لكن للأسف ما شافوش وهو لابسها، استشهد قبل يوسف ما يلبسها. ما بقدرش أنساه لأن الفراق صعب، لأنه كان أكبر أبنائي وكان أحن أبنائي، مش لي أنا لوحدي، والله لكل الناس. لما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نادى بحق الشهيد ولازم حق الشهيد يجي، ابني كان له الشرف إنه اشترك في عملية حق الشهيد 1 و2 و3 و4. ابني كان مسؤول عن سيناء، كان مسؤول عن الخوارج بتوع العصر اللي هم كانوا بيجوا من الأنفاق. أنا والدة الشهيد محمد عبد الحميد رضوان، زمنا نقيب وبعد طبعا خد رائد بعد الاستشهاد صاعقة. هو كان خاطب وكان عامل شقته وكان هو اللي بيشرف عليها، كان كل أجازة هو اللي يجي يعمل كل تفاصيلها، هو اللي عاملها، وكان حاجز القاعة وكل حاجة. يعني كان مش فاضل له، قلت له يا ابني ايه اللي فاضل دلوقتي؟ قال لي مش فاضل غير بدلة الفرح، اما اروح المرة دي وارجع هبقى اشتريها. انا محمد على طول بكلمه، بالذات بالليل لما بقوم بالليل صلاة التهجد بكلمه كتير وبحس بيه وبحس انه معايا وبحس انه بيشاركني كل لحظة، لدرجة ان يعني مش قادرة أقول لك إن أنا لما بيحصل لي مشكلة بيجيني في الرؤية. كنت مرة كلمته في التليفون وهو في الشغل، فبقول له يا محمد أنت كويس؟ قال لي آه يا ماما أنا كويس، أنت مالك في إيه؟ قلت له مش عارفة يا محمد، أنا خايفة عليك وكده. قال لي لا يا ماما ما تخافيش، وأوعي تعيطي عليا أبداً. كان دايما فخور بخدمته في جيشه، كان دايما فخور بخدمته في سيناء، كان بيحب شغله جدا، كان متفوق فيه، كان دايما بيطلع من الأوائل. ابني أنا فخور بيه، ابني شهيد زي أي شهيد، كل الشهداء ملحمة تكتب للتاريخ وتفضل للتاريخ مع قياداتنا اللي يعني لولا القيادات المصرية اللي احنا عايشين بخيرها لغاية النهاردة متمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كنتش قعدت انت تقعد معايا بنفس القعدة دي. ده أمان أنا قاعد فيه، قاعد بيه منين؟ من قيادتنا. رئيس عزمنا في العيد ورحنا وحضرنا اللقاء معاه، وكانت حاجة تشرف، حسينا فعلا انه اب لدول، اب للكبار واب للاطفال اللي اتقدمت، واب اب للكل يعني بمعنى الكلمة. يعني دور الدولة قوي جدا، هما بيحاولوا يحتووا اسر الشهداء وبالذات ولاد الشهداء، لان دي اكتر ناس يعني بتبقى متأثرة نفسياً، يعني مش أكتر ناس بس هم الأطفال عامة فقدانهم لأبوهم بتبقى صعبة بالنسبة لهم. أنا بقول لبابي اللي هو الشهيد محمد جمال إن أنا بحبه جداً وإن إحنا عمرنا ما هننساه، وإن هو وحشني جداً جداً جداً.